مكملين معاكم المرشد الزراعي ولسه بنتكلم عن القمح وامراض القمح والامراض اللي ممكن تصيب القمح. خلينا نرحب مره ثانيه بضيفنا الكريم استاذ دكتور اسامه عبد البديع استاذ امراض القمح بمعهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعيه. اهلا بك مره ثانيه. اهلا بحضرتك. احنا زي ما احنا كنا بنتكلم بنقول ان صدأ الساق ده من الامراض الخطيره، بس احنا عندنا الحمد لله احنا عندنا الاصناف بتاعتنا مبكره النضج زي جيزه 171 وزي كل الاصناف، فعلى ما يبتدي صدأ الساق يبتدي يشتغل تكون الاصناف بتاعتنا نضجت، فما بيبتديش يعمل ايه؟ يعمل مشاكل. صدأ الساق ده بيسيب ايه؟ بيسيب كل ما هو فوق سطح الارض، بيسيب سنابل وساق واوراق وكل حاجه. صدأ الساق ده الظروف، هل هو موجود داخل مصر؟ لا مش موجود داخل مصر. هل الاصناف بتاعتنا لو حصل اصابه التقاول اللي موجوده وانا خدتها للتغذيه هل هتضرني؟ احنا عندنا فترات الاصدام ما بتفرزش التوكسينات. طيب خلينا نرجع نتكلم عن استخدام التقاوي او اختيار التقاوي وازاي نقدر نستفيد بالاختيار ده الاستفاده القصوى، بس خلينا ناخد الاول استاذ جلال من الغربيه. يا استاذ جلال اهلا بيك يا فندم. أنا في حضرتك يا فندم. اتفضل تحت أمرك. حضرتك الدكتور دلوقتي قال مصر واحد بيتصاب بالصدأ. طب احنا مصر ثلاثة نفس مصر واحد؟ لا لا. بيتصاب بالصدأ برضه؟ لا لا لا. مصر ثلاثة من أصناف اللي لسه إن شاء الله السياسة الصنفية إنتاج لسه السنة دي، وده صنف من الأصناف الكويسة جدا وعالي المقاومة، وهو مصر سخة 95 وعندنا سخة 94 وعندنا جيزة 68 وعندنا جمزة 12 وعندنا جيزة 171 وعندنا ومصر واحد زي ما قلت لحضرتك لو انت التزمت بحزمة التوصيات اللي هي بمعنى ان انا قلت لك ازرع، مفروض ان انت مصر واحد ده مفروض ان تزرع ب 40 كيلو العفير، التقدير تزرع ب 45 كيلو، انت زودت عملت 60 كيلو، في الحالة دي انت عملت كثافة نباتية، زودت الرطوبة، يبقى في الحالة دي وزودت التسميد نقول لك مثلا مفروض ان انت تحط 3 شكاير يوريا وخمس شكاير نترات، رحت انت مزود الكميات اللي موجود هيحصل ايه؟ هيحصل ان الصنف انت زي ما قلت لك رطوبه، انا المثلث المرض عندي بيقول رطوبه، يبقى انت كده وفرت المين للمسبب المرضي الظروف الملائمه، انما لو انت التزمت بحزم التوصيات زي ما قلت لك وتابعت المحصول بتاعك يبقى في الحاله دي مش هيبقى في ايه؟ مش هيبقى في اصابه، ولو حصل في اصابه انت هتلحق بيها ايه؟ والحمد لله احنا بقالنا 3 سنين الفلاح بقى يزرع القمح وهو صاحي، كان الاول بيزرع القمح وينام، دلوقتي ما عادش لان الظروف التغيرات المناخيه بقى عندنا الصدى ممكن يجي لنا كل سنه. فبقى لازم ان انت ايه المحصول تزرعه وتتابع، وزي ما قلت لحضرتك بدايه المتابعه تبتدي في شهر واحد، شهر واحد ده اللي هو بتبتدي محصول القمح فيه في طور الحبلان اللي هو الطور فيه الغذاء بتنقل من الورقه للسنبله، فده هو الطور اللي بيبقى النبات فيه الغذاء متوفر، وده الطور اللي بيبقى اضعف النبات فيه ضعيف وسهوله، انما بعد طرد السنابل بيبتدي الساق وبتدي الورقه الطبقه الشمعيه بتبتدي تزيد، ففي الحاله دي المقاومه بتعلى والنبات يبتدي يبقى ليه رد فعل عكس هو لسه ايه لسه في طور التكوين. جميل بس. طيب بشكرك استاذ جلال شكرا جزيلا. عندك اي استفسار تاني؟ طيب لو عندك اي سؤال تاني ارجع كلمنا مره تانية. كمان معانا استاذ حازم من الغربيه. يا استاذ حازم اهلا بيك يا فندم. الو اتفضل يا فندم تحت امرك. الو اتفضل تحت امرك. عاوز اقول للدكتور حضرتك لسه هزرع القمح، هل الميعاد متاخر ولا ما ينفعش يزرع؟ ينفع؟ ازرع بس انت هتزرع صنف ايه؟ عن 95 سنه 95 ازرع 95 بس زي ما قلت لك انت هيبقى عند انت دلوقتي 95 من الاصناف اللي يعني من ضمن الاصناف قسم القمح في صدد ان هو بيطلع اصناف سخه 101 سخه 102 سخه 102 دي 1102 دي الاصناف دي هتبقى ان شاء الله للاستاذ اللي هو زرع بطاطس او انت عارف زي حضرتك محافظات الصعيد وفي محافظات زي الاهليه بتزرع بطاطس وعايز ياخد محصول في نفس التوقيت فبيزرع بعد البطاطس يزرع قمح فالسخه 1101 او 102 الايه؟ مزروعه فاصوليا حاليا انا مزروعه فاصوليا ماشي مفيش مشكله انا بقول لك فاصوليا او هيزرع الصنف بس يتابع في الايه؟ يتابع ان هو يزرع زي ما قلت سخ 95 ده يزرع الفدان ب 35 كيلو لو عفير حراتي يزرع ب 45 كيلو ما يزودش عن كده ان سخ 95 ده الصنف بيخلف 25 خلفه فتخيلي بقى حضرتك ان الصنف بيخلف 25 لو انا بقى زرعت ب 60 كيلو يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا النبات بقى فيه كثافه وكمان انا متاخر يبقى انا بوفر ظروفه ايه؟ يعني هو هيزرع دلوقتي كمان شويه هيبقى الشهر واحد
شهر واحد ده شهر واحد رطوبه وده عز اصابه من مين؟ بالصدى الاصفر. فلازم نبقى ايه حريص. جميل. طيب بشكرك استاذ حازم. معانا مين كمان؟ استاذ انور من البحيره. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. اموري تحت امرك. اموري انت سؤالك ايه؟ انا زارع 95 غله. اه طلعت تجيلي. هنعمل معاها ايه؟ زارعها بكام كيلو؟ كام كيلو؟ انا ال 18 جراد زارعهم ب 50 كيلو. انت بقى زي ما قلت لك في تتعامل بالراي كويس، تتعامل بالتسميد كويس، يعني حاول تخف التسميد، فاهمني ازاي؟ او تدي زي ما قلت. بقول لحضرتك يا دكتور. ايوه. لو حطيت لها في الرايه يعني رويتها مره كده، الرايه الثانيه نحط لها مغذي؟ بص مغذي زي ما احنا قلنا، احنا في مصر بنزرع لمين؟ بنزرع للتغذيه مش بنزرع للتصدير. فانت المغذي اللي انت هتحطه ده تكلفه بزياده على المحصول بتاعك. انت عايز تكلف كلف، بس في النهايه انت هتروح تورد اردب القمح ب 820 جنيه. مش هاجي اقول لك ده اردب القمح ده انت نسبه البروتين فيه زادت، ففي الحاله دي هديك مين؟ هديك زياده في الفلوس. هو كل قسم القمح قال لك حزمه التوصيات 1-2 التسميد 3 شكاير يوريا وخمس شكاير نطرات، يبقى المفروض التزم بيهم. عايز تحط بهيومك، عايز تحط الحاجات دي كلها، ده كله ايه؟ على حسب الارض اللي موجوده عندك، ودي خدمه زياده. انما قسم القمح مطلع حزمه التوصيات دي بناء على شغل، بناء احنا كمركز بحوث زراعيه بنعمل تجارب، بناء على التجارب دي بنطلع لك حزمه التوصيات. بس ويا ريت تلتزم بيها. بالنسبه للتقل الغله دي مش مشكله؟ الايه؟ ما تقول الغله، ما هو تقول الغله ده تقول، ما تقول الغله منك، تقول الغله انت زرعت بزياده فحصل ايه؟ أنا ما احنا بنيجي نقول لك، ما احنا بنيجي نقول يعني انا مثلا خالي على سبيل المثال زارع 95 انا اديته التقاوي بفدانين، اديته تقاوي اديته 60 كيلو واديتهم له، قلت له تزرع بيهم الفدان والتزم بال. انما في فلاحين ثانيه يقول لك لا انا هزرع ب 60 كيلو، ده انا مش مصدق. هو نفسه ايه؟ انا ما نعرفش يا دكتور. ماشي خلاص بقى تابع بقى. بص حضرتك الصنف الحمد لله 95 ده كويس بالنسبه للامراض. فانت بس انت في احنا في شهر واحد، في شهر واحد كده في 15 واحد ابتدي مر على الغله بتاعتك والتزم بالتوصيات والتزم بالري، ما تزودش الري، ما تزودش التسميد، ما تعملش اي عمليات تضر بمين؟ بالمحصول عندك بس. وان شاء الله هو كل الزياده بتاعت المحصول عندك دي ان هي بدل النبات عندك مكانها هيجيب 25 والانتاجيه تزيد، انت الكثافه النباتيه اللي موجوده عندك دي هتاثر في الانتاجيه بس. تمام بشكرك يا حاج انور، شكرا جزيلا. معانا كمان الحاج عاطف من البحيره. السلام عليكم. السلام استاذ عاطف، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل. لو سمحت يا استاذ انا مقدر غله من 15 11 ماشي. الصنف ايه؟ زرعت صنف ايه؟ زرعت 6-14. تمام. ماشي. في المعاملات اللي انا عملتها انا بزرع اللي هو نظام التخدير. ماشي. وزرعت غله اللي هي 6-14 وبدرت شكاره بتاع اللي هو سوبر. وبدرت شكاره نطرات مع التخدير وكدرت. ماشي. تمام. والغله طلع حلوه كده ومكننه كويسه. ماشي. فانا بس دلوقتي هي بالنسبه للامراض اللي هو التفحم والصدى هي بتحمل الامراض دي؟ بالنسبه ل 6-14 انت زارع تمام، وال زي ما انت بتقول انت حطيت شكاره نطرات، انت المفروض بقى التخدير. مع التخدير المفروض ان انت قبل بعد الحبلان مفيش تسميد، مفيش تسميد، يعني انت بتحط 3 مرات تسميد، مره مع رايه الزراعه ومره مع رايه المحياه ومره قبل الايه رويت رايه المحياه وديت تسميد فعلا. فاضل لك في دفعه ثالثه اللي هي قبل الايه وقت الحبلان، بعد الحبلان مفيش تسميد، مفيش تسميد. بالنسبه ل 6-14 كل اللي انت هتعمله بالنسبه للاصداء التفحمات مفيش التفحم، خلاص انت جايب تقاوم من مكان معتمد، مش انت جايب من البحوث الزراعيه ولا جايب منين؟ جايب من البحوث. التقاوي بتاعتك فالتقاوي كده كده معامله بالمطهر الفطري، فما فيش مش هيظهر فيها ان شاء الله تفحم سايب. بالنسبه لمشكله الاصداء انت هتيجي في 15 واحد زي ما احنا قلنا الصدى الاصفر، هتبص على حواف الارض عندك اللي موجوده وتبتدي ايه تشوف على السطح العلوي في بصرات صفراء برتقاليه على بتعلم على هدومك ولا بتعلمش، لو لقيت هتبتدي زي ما احنا قلنا نبتدي نتدخل بمين؟ بالرش بالمبيدات. واحنا عندنا في امراض القمح مفيش رش وقائي، يعني ما يجيش بتاع المبيدات اللي موجوده عندك في المنطقه ويقول لك روح رش،
الرش انا دلوقتي لو رشيت يعني على سبيل المثال لو جه الاخ بتاع المبيدات ودولك ما اكترهم يقول لك خد رش اعمل رش وقائي، ما عندناش رش وقائي. الرش انا دلوقتي رشيت النهارده وجي بعدها بثلاث ايام ظهر لي الصدى، ظهر الصدى يعني كفاءه المبيد اللي عندي بقت قليل فمش هيجيب نتيجه، فلازم انا ارش. يبقى كده تكلفه ايه؟ تكلفه اقتصاديه. فانا مجرد ما يظهر عندي البصره في الحاله دي لازم اتدخل بمين؟ برش المبيدات. وبكررها زي ما احنا قلنا واكررها تاني، انا بنزل المجبوري شمسيه وبنزل ثابت لا بتحرك لا شمال ولا يمين، واغطي الايه الفدان عندي، فدان قمح بتغطى ب 300 لتر ميه مع التركيز بتاع المبيدات الموصي بيها. غير كده او لو قللت تركيز الميه او قللت تركيز المبيدات يبقى في الحاله دي كفاءه عمليه الرش عندي والاستخدام الامن مش هيبقى ايه، المبيد مش هيجيب نتيجه. وفي الحاله دي لازم اغير الايه، لازم اغير المبيد. في غير ذلك مش هيجيب لي ايه، مش هيجيب لي. مفيش حاجه اسمها رش ايه، بكرر تاني مفيش حاجه اسمها رش وقائي. جميل. طيب معانا كمان استاذ محمد من المنيا. طيب ارجع كلمنا مره تانية يا استاذ محمد. احنا بنتكلم عن التقوي. بالمناسبه دي انا بحب انوه تاني الاستاذ الدكتور اشرف السعيد والاستاذ الدكتور عاطف شاهين، احنا مستمرين عندنا حملات مدارس عقليه دلوقتي شغاله في كل المحافظات. يعني عندنا حاليا شغالين يعني المركز بحوث زراعيه باشراف الاستاذ الدكتور عادل الاخضر وكيل المركز للارشاد، والاستاذ الدكتور اشرف السعيد والاستاذ الدكتور عاطف شاهين عاملين مدارس حقليه عشان ننزل المحافظات اللي فيها مساحات قمح كبيره نتابع ظهور الايه الصدى او المشاكل اللي بتتعرض لمين الفلاح ونحلها على الارض الواقع. ما احناش قاعدين في مين، ما احناش قاعدين في المكاتب بتاعتنا، لا احنا شغالين على الارض الواقع ان احنا بننزل بحملات وحملات توعيه وحملات قوميه. احنا اوريدي الحمله القوميه للقمح هتبتدي نشتغل بيها، يعني احنا عندنا حملات قوميه معهد المحاصيل بيقوم بيها واحنا مشتركين معاهم. دي هتبتدي في النص الثاني من شهر واحد. انما احنا كمعهد امراض نبات باشراف الاستاذ الدكتور اشرف السعيد ما احنا ساكتين، والاستاذ الدكتور عاطف شاهين ما احنا ساكتين، احنا لازما نتابع المحصول عشان ما يحصلش اي مشكله ونبقى احنا ايه اخر من يعرف. جميل. طيب انا هرجع برضو لحضرتك عشان نقول للناس في المحافظات ازاي يقدروا يستفيدوا من هذه الحقول الارشاديه والمدارس الحقليه، بس خلينا ناخد استاذ محمد من المنيا. رجع لنا تاني. طيب معانا يا استاذ محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. حضرتك الدكتور؟ يا فندم اتفضل حضرتك على الهوا، سؤالك ايه؟ انا زارع القمح من 15/11 اديته سوبر فوسفات مع التجاوز. وديته رئيس المحاياه من 3 ايام فات. جميل. متاخر ليه؟ بديله معايا كام دفعه تسميد كده انت متاخر ليه؟ المفروض انت 25 الري في البدايه، ريه المحاياه بتبقى على 25 يوم. ايوه انا ريت، انا زارع 15/11. طيب النهارده احنا كام؟ احنا داخلين على واحد، يعني دلوقتي دخلنا في 40 يوم. 31 يوم مديت ريت المحياه. القمح تحديدا المفروض انت في الفترات الاولانيه ريت المحياه دي المفروض ما تزيدش عن 25 يوم، ليه؟ لان محصول القمح بيبتدي لسه بيتكون، او يعني مثلا على سبيل المثال لو ما فيش شتاء، يعني الفلاح في الشتاء عنده مفاهيم خطا ان ما فيش شتاء يبقى انا لا المفروض ما فيش شتاء يبقى المفروض اروي، لان محاصيل الشتويه محتاجه ميه، لان الميه دي هي اللي عامل اساسي في الانتاجيه. لو انا دلوقتي زودت الفتره بين الريه وبعدها انا اثرت على مين؟ على المحصول، على سبيل المحصول القمح جذر نجيلي. فلو دلوقتي لو الارض اتشققت حواليه يبقى انا دلوقتي امتصاصه للميه قلت، يبقى في الحاله دي امتصاصه للغذاء قل، يبقى في الحاله دي هاثر عليه. فالمفروض مواعيد الري قد ما فيش شتاء او ما فيش امطار تعوق عمليه الري يبقى انا المفروض ما اقللش الايه؟ ما اقللش عمليه الري. طيب تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد. معانا مين تاني؟ استاذ عبد المعطي. يا استاذ عبد المعطي من سوهاج اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. ازي حضرتك؟ ممكن اسال الدكتور بس سؤال؟ يعني طبعا تحت امرك، اتفضل. بالنسبه دكتور انا زارع القمح السنه دي بالغمر مش بالحراث يعني. فبيطلع في حشائش كده زي الرز كده. ايوه دكتور. انت زرعه غمر يعني زرعه زي الرز؟ ايوه غمر زي الرز كده اللمعه يعني. فبيطلع في حشائش كده، فانا عاوز اعرف يعني ايه الرش المناسب ليه يعني.
انا بالنسبه لي انا مش متخصص في الحشائش، بس هو المفروض ان الحشائش ان انت المفروض ما تزرع 25 يوم لازم تنزل بمبيد الحشائش، مبيد الحشائش ده بعد 25 يوم من الزراعه لازم تتدخل بالرش، ما تاخرش بعد 25 يوم من يوم، ما تاخرش، لو تاخرت هيبقى عندك ضرر بالنسبه للمحصول. طب انت اتاخرت، انا كده بالنسبه لي اتاخرت والله. حضرتك بقى انت عندك زمايلنا بتوع الحم بتوع المعمل المركزي للحشائش موجودين زي ما احنا قلنا في مدارس حقليه موجوده في كل المحافظات، زي ما قلت لحضرتك المركز عندنا الاستاذ الدكتور عادل الاخضر والاستاذ الدكتور اشرف السعيد والاستاذ الدكتور عاطف شاهين في مدارس حقليه احنا كبتوع امراض عاملينها. نفس الكلام في الحشائش بتتعمل نفس، والمدارس الحقليه بتبقى مين؟ باخصائي القمح، القمح الدكتور، القمح دكتور الامراض، دكتور الحشائش، دكتور الحشرات، دكتور الاراضي، ده كله بيبقى موجود داخل المدرسه الايه عشان اي مشاكل تظهر يبتدي يحلها ايه فور ظهور. تمام. استاذ محمد من الدقهليه، اهلا بيك يا فندم. يا استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا دكتور، القمح البطاطس عندي هتطلع بعد 10 ايام يوم 10/1، ينفع ازرع بعد منها قمح ولا ما ينفعش؟ ازرع، ما حدش قال ما تزرعش، بس هو الكميه اللي انت هتاخد بيها يعني مثلا المفروض ان انت في الطبيعي هتاخد مثلا 20 اردب او 25 اردب، فيحصل عندك خساره حوالي 10 اردب، انما هتزرع مفيش مشكله، ما حدش قال لك ما تزرعش. والزراعه ورا بطاطس زي ما قلت البطاطس بتديك تسميد هيفيد القمح، فاهمني ازاي؟ بس الكميه او الانتاجيه هتقل، بس في نفس التوقيت تتابع بالنسبه للايه؟ للامراض، الصنف اللي هتزرعه لازم تتابعه عشان لو ظهر اي امراض تبتدي تكافحها، زي ما احنا قلنا امراض الاصداء هي اختارهم، يعني انت في التوقيت ده هيبقى عندك الصدى الاصفر يبتدي هيبقى عزه، فتبتدي انت تتابع بمين؟ بالاصابه بصدى الاصفر، يعني نكرر تاني الاصابه الاعراض بتاعت الصدى الاصفر على السطح العلوي الورق بقع صفراء برتقاليه بتميل للون البرتقالي، بتبقى خطوط منتظمه في العنق الرئيسي اليمين للورقه. الصدى الثاني صدى الايه؟ البرتقالي، الصدى البرتقالي ده بقع برتقاليه مبعصره ما بتلتحمش مع بعضها. الصدى الاسود زي ما قلنا على الساق او على سطح الورقه وبيسمع من ناحيتين، بتبقى بقع صفراء باهته بعد كده بتتحول للون البني، بتتحول باشتداد الاصابه بتتحول للون الاسود وتبقى موجوده برده على الايه؟ على الساق وبتلتحم مع ايه؟ مع بعضها. والصدى الاسود ده زي ما احنا قلنا اخطر الايه؟ البادي الضيق، البادي الضيق زي ما احنا قلنا بيظهر على الاوراق السفلى وابتدي وبعد كده ابتدي ينتشر لايه لفوق وابتدي يظهر على كل حاجه بيعم كل حاجه. واللون الصدى البادي الضيق بيبقى على السطح حلو بقع دقيقيه بتتحول للون البني في اشتداد الاصابه، وبعد كده اللون الرمادي ده بيتحول لبقع سمراء، البقع السمراء دي هي دي راس الدبوس، هي دي القياس الاسقيه اللي تعمل اعاده لمين؟ للاصابه بالايه؟ بالبيض الضيف. عشان كده احنا بنقول الحشائش اللي موجوده داخل التربه او داخل الارض بنتخلص منها عشان ما يبقاش وسيله لمين؟ للاصابه بالبيض الضيف. بعد كده اخر حاجه بنتكلم على التفحم الايه؟ التفحم الثابت. التفحم الثابت ده لو انا بتقي من عندي انا كمزارع عندي المحصول مثلا زرع زي الاستاذ قال انا زرع 95 و95 المحصول عنده كويس ومش عايز ياخد من عندي فبعمل ايه؟ فبجيب بجيب التقاول الموجوده بتاعه التفحم بتاعه القمح اللي موجود عندي بعد ما انقيها من الحشائش من الزمير والغريبه وابتدي اخد التقاوي دي وابتدي اعده. عندنا كل كيلو تقاوي بيبقى ليه معدل حسب التوصيات بتاعه لجنه المبيدات بالمطهر الفطري، وابتدي اخد الكيلو التقاوي ده اعمله بالمطهر على سبيل المثال مثلا لو 4 سم من المطهر الفطري مع 6 سم وابتدي ايه انا بخف ليه المطهر الفطري عشان كميه الميه تغطي الكيلو، وابتدي ادعك التقاوي الموجوده دي لحد ما تتلون باللون الايه وابتدي اجففها في مكان مظلل ما اجففهاش في مكان ايه مشمش، عشان المكان المشمش ده لو جففتها فيه هيحصل ايه؟ هيحصل اصابه بالامراض ولو زرعت مش هتجيب نتيجه. التفحم السايب ده بيظهر ازاي؟ التفحم السايب ده بيظهر سنه ازهار بيحصل اصابه ازهار ان انا زارع نباتات قبل الاصابه مش متقيم مش واخدها من الوزاره من عندنا فمش متعامله بمطهر فطري ففي اصابه. الاصابه بتاعت التفحم السايب دي بتبقى ظروف الملائمه بتاعتها من 20 ل 25 درجه. ورطوبه لازم تكون ما تقلش عن 5 زي ما قلت لحضرتك 85%، لو ما حصلتش الكلام ده مش هيحصل اصابه بالمين؟ بالتفحم السائب. التفحم السائب بيحصل سنه ازهار ويجي السنه الجايه يظهر الايه؟ تظهر الاصابه.
التفاحم السائب بيحصل خلط بينه وبين صدى الصاب. التفاحم السائب ده بيظهر على السنبله، والسنابل اللي بتبقى فيها اصابه بالتفاحم السائب بتبقى اعلى من مين؟ من السنابل السليم. المحور السنبله بيتفحم تماما عكس الصدى الساق. صدى الساق بتبقى على البقع سوداء زي ما احنا قلنا على الساق وعلى اوراق، ملوش علاقه بايه؟ ملوش علاقه بالصدى التفاحم السائب. التفاحم السائب ده لو انا دلوقتي عندي السنابل اللي موجوده جوه البيوت، هل انزل انقيها؟ لا، انا كمتخصص في امراض القمح مش هتجيب نتيجه. ليه؟ انا هنزل هعمل ايه؟ لو نزلت انا مش بكفاءه. المفروض ان انا عشان اقاوم او انا اقلل الكلام ده لازم أنا انزل بحرص واحط الكيس واقفل. لا، انا كده عندي المطهر الفطري اللي غالي مين؟ وفي الحاله دي انا هنزل اكسر المحصول، في الحاله دي الخساره عندي هتزيد. فالتفحم السايب انا لو عندي اصابه ما انزلش اعمل اي مش، انا كل اللي انا اعمله ان انا اجيب التقاوم من اماكن ايه؟ من طبيعي. اماكن موثوقه منها. طيب خلينا ناخد اخر اتصال معانا النهارده، استاذ محمد من المنيا. يا استاذ محمد اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم حضرتك، اتفضل تحت امرك. انا حضرتك من منيا مغاره الصحراوي الشرقي. عايز اعرف حضرتك ايه الانواع اللي تنفع في الجمح في الفتره دي في المنطقه بتاعتنا؟ الانواع اللي تنفع ايه؟ زرع حاليا دلوقتي مكان كنت زرع زعتر وما نفعش في الارض. عايز ازرع زعتر. كنت زرع زعتر وما نفعش. تمام. يبقى عايز ازرع عوض مثلا بدل الارض مطبور ازرع جمح دلوقتي، ايه النوع اللي ينفع في المنطقه بتاعتنا؟ شوف الصنف اللي شوف الصنف اللي متوفر عندك وازرعه. يعني الصنف انا حضرتك زرع في المواعيد الرئيسيه، زرع بني سويف 5 وبني سويف 7 ومصر 1 ومصر 3 وميتا 172 و6 12. لو عندك مصر 3 متوفره ازرع مصر 3. انا زرع ارشادي، حقل ارشادي تبع الزراعه فيني في التنين. ما انا بقول لحضرتك اهو، لا انت دلوقتي عندك الزعتر بتقول شلته، فانت عايز تزرع صنف. فانا زي ما بقول لك انت دلوقتي زرع متاخر، فانا بديك صنف ليه رد فعل كويس بالنسبه للاصابه. فبقول لك لو عندك مصر 3 او سخ 95 او جيزه 171 او جيزه 168 او بني سويف 7 او بني سويف 8 بني سويف 7 او بني سويف 5 ازرع الاصناف دي هتبقى كويسه بالنسبه للتاخير وهتغنيك مشكله الاصابه بالاصداء. تمام، بشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. ده كان اخر اتصال معانا النهارده في الحلقه، وكان اخر اتصال معانا كمان السنه دي في 2021. انا بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا، ويعني حلقه مهمه جدا، ان شاء الله في حلقه قادمه نستكمل التفاصيل مع بعض. بشكرك استاذ دكتور اسامه عبد البديع، استاذ امراض القمح بمعهد بحوث امراض النبات بمركز البحوث الزراعي، نورتنا وشرفتنا. شرفتونا، شكرا جزيلا. الشكر دائما وابدا موصول لحضراتكم على حسن المتابعه ومداخلات حضراتكم اللي دائما بتشكل حلقتنا، وكل سنه حضراتكم طيبين، ربنا يجعلها سنة سعيدة يا رب، وسنة خالية من الأمراض والأحقاد وكل شيء يعني ما كناش حابينه نسيبه في عام 2021، ونستقبل عام 2022 بكل الحب والخير والسلام والأمان. واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من المرشد الزراعي، واشوفكم دايما بخير وأمان وسلام.